أحبتي الحضور الكرام، ما زلنا مستمرين معكم في منهاجنا لهذا اليوم، والآن كلمة صاحب السمو الملكي الأمير الحسن بن طلال عبر التقنية الرقمية. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أجمعين. أيها الجمع الكريم، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. يتطلب الاستقرار وإعادة الإعمار في المشرق العربي نهجا متعدد الأطراف يقوم على فهم القدرة التحملية للمنطقة والتعامل مع مفاهيم فوق القطرية وتعزيز التفكير الأوسع والأشمل. من الممكن بناء مشرق مختلف، لكن ذلك لن يأتي إلا من خلال إجراءات بناء التكامل والتناغم عبر الحدود. وأقول هنا أشكر المقرر لهذا الحفل الكريم، أن من حسن الطالع أن الجبال لا تباعد بيننا، فالوصول المباشر على الأثير أرجو أن يكون واضحا. لابد من الإشادة بجهود دولة الرئيس ووزير المياه في المبادرة في هذا اللقاء، في هذا الموعد بالذات، مبكرا لعام المياه والمناخ الذي سنرى انعقاد عدة مؤتمرات حوله إقليميا في أبوظبي في أيلول سبتمبر من العام الحالي، ودوليا في إفريقيا وتحديدا في غانا أكرا، الأفرو ألاينس التحالف الإفريقي للتنظيم لكل متطلبات التنمية الكلية لصيانة النهر، نهرهم وهو نهر الكونغو العظيم. ومن ثم بطبيعة الحال اللقاءات حول المناخ العالمي، لقاء كوب 17، وهو كما تعلمون مؤتمر المناخ. وأقول ماذا نحن هنا كعرب في المشرق فاعلون من أجل مأسسة العلاقة بيننا وبين الدول التي ذكرت والأقاليم التي ذكرتها. تبرز الدروس المستفادة من برنامج البنك الدولي لبناء السلام ضرورة إجراء دراسة مسحية mapping للسياق الجغرافي الاقتصادي المحيط بمناطق النزاع وإعادة الإعمار. وحسب بيان البنك الدولي، فلا بد من تناول الأمور من منظور يتجاوز النطاق الثنائي لبلد بعينه، نظراً لأن الأطراف الإقليمية والعالمية المشاركة في سيناريوهات الصراع وما بعد الصراع هي الأطراف المؤثرة. يمكن تقسيم الكوارث إلى 4 أنواع من أجل تقويم الإطار الراهن لإدارة الكوارث ولتحديد النواقص والخروج بتوصيات بناءة. الكوارث الأساسية ناتجة عن قوى الطبيعة كالزلزال والأمواج العاتية والفيضانات والبراكين والانجرافات الأرضية. وأود أن أذكر أن أكبر انهدام في هذا العالم هو ما يسمى بالانهدام الإفريقي العظيم، أو مروراً بالأراضي الأردنية والفلسطينية والمجاورة لبنانياً وسورياً، يسمى في الأردن بوادي الأردن. والأخطاء الإنسانية في كثير من أنحاء هذه المنطقة سببها
الكوارث التي يمكن التنبؤ بها. وأضيف في هذا السياق الحديث عن الطاقة النووية وكون إسرائيل دولة ليست موقعة إلى الآن لبروتوكولات الطاقة النووية. وأقول في هذا المجال أن العراق ما بين النهرين وما بعد النهرين يجاور كل من إيران الطامعة أو الطامحة في الوصول إلى عتبة نووية، إضافة طبعا إلى ما بعد النهرين وهي دول كالباكستان دولة نووية كذلك، والعراق دولة نووية كما زعم في مناسبات سابقة. ولكن الانتصار كما سمي في الحرب الأخيرة والحروب الأخيرة على العراق لم تجد لهذا الزعم الباطل شيء، ونعود بطبيعة الحال إلى الواقع. الهند دولة نووية، دولة مارقة. وفي هذا السياق من الصعب أن نتصور نظم للتثبت من بداية مبادرة جديدة وهي مبادرة الطاقة والمياه. الكوارث التي لا يمكن التنبؤ بها كالمجاعات وجائحة كورونا أي الأوبئة، سببها أو سبب عدم التنبؤ بها، وأذكر عندما عملت في خدمة الأمم المتحدة والنظام الإنساني الدولي كان هدفنا أننا حولنا أندرو United Nations Disaster Relief Organization إلى أوتشا اللي هي Office of the Commissioner for Humanitarian Affairs. وأقول أن الإنسان عندما ينظر إلى كوارث كاليمن وسوريا يتساءل عن الكوارث المتعمدة كالحروب ومضاعفاتها، إضافة للعجز المالي وإضافة إلى المشكل الأساسي وهو المشكل المالي والمادي. وأقول في هذا السياق يا لله، تبين البحوث التي أجريت ضمن إطار مشروع البنك الدولي وعنوانه آفاق المشرق الجديد أن هناك مستويات أعلى من التواصل والتشبيك للمنطقة في إطار المشرق أو الليفانت قد تقود إلى زيادة سنوية في الناتج المحلي الإجمالي في المنطقة مقدارها 70 مليار دولار أمريكي. فهل يمكن الاتفاق حول هذه الأبعاد؟ نعم، لإخوتنا من المغرب العربي نمر بعقود على مؤتمر برشلونة وعقود على مؤتمر ولقاء أغادير، ولكن هل هنالك لبنة في أي مكان في شرق المتوسط أو غرب المتوسط أو في منطقة المشرق حيث إسرائيل ودول الخليج تتعامل بشكل مباشر أو البعض منها وتقفز فوق الجوار، فوق سوريا والعراق وفوق الأردن، لبنان في حالة اضطراب أعانهم الله، وتبين حقيقة أن مثل هذه الظروف تتطلب منا التركيز المؤسسي على ما يسمى بوحدة لدراسات الاستقرار فيما بيننا. ويحذر من الهند فرج خنا في كتابه الرائد جغرافية التشبيك من أخطار المقاربات الثنائية، ويضيف تتطلب دراسة الديناميكيات المعقدة بين القوى الثلاث الكبرى التي تشكل كوكبنا أي الإنسان والطبيعة والتكنولوجيا نوعاً جديداً
من معارف الجغرافيا، ويؤكد بأن ذلك يجب أن يكون النقطة المحورية في تكوين العلوم البيئية والسياسية. وهنا اسمحوا لي أن أذكركم في أن كلمة ecology وهي التبيئ تكمل كلمة environment وهي البيئة. وفي هذا أرى أن العودة لمركز يطمئننا جميعا بأن القدرة على التخطيط تمثل مبادرة من أجل الحقيقة المطلقة. التخطيط لمركز إقليمي للمعرفة وللاستقرار أمر أصبح بات ضروريا. اللقاءات متباعدة بيننا ولا تشكل إلا حدثا على الطريق، ولكني أود أن أذكركم جميعا بأن عندما نتحدث عن المياه كما يذكرنا المركز العريق في مدينة إسطنبول hydropolitics سياسات المياه، نتحدث عن الترابط والتكامل التلقائي بين الموارد الطبيعية والبشرية والاقتصادية. قبل قرن من الزمان صاغ الجغرافي ذو البصيرة هالفورد ماكندر عبارة العالم جزيرة، وعندما تنضم أوراسيا أوروبا وآسيا إلى إفريقيا أي أفرو أوراسيا نقول آن الأوان أن ننظر إلى التكامل بين الأقاليم. ولا أختصر الملاحظة على النظرة إلى الغرب، ولكن الدكتور روبرت كابلان يذكرنا في كتابه عودة عالم ماركو بولو لأن التفكك من الداخل بينما في معظم هذه الدول كما شاهدنا بينما تترسخ في هذه المفاهيم الجديدة وبهدوء وببروفيل متوسط المبادرات الصينية كالبي آر آي البيلت أند رود إنيشيتيف والتي كانت تبشر بالتجارة عبر هذه المنطقة، وتصطدم هذه النظرة في عدم الاستقرار في منطقتنا الخليجية وخاصة عند الاصطدام في الواقع الإيراني اليوم. أقول اليوم تطالعنا الصحف في لقاء أو تقارب بين تركيا ومصر، وهذا التقارب يبدو لي بأنه أقرب إلى واقع الاستقرار في شرق المتوسط مما هو الاستقرار في منطقة أو إقليم بلاد الشام. ولكن نهنئ كل من يقدم على التعاون خاصة فيما يتعلق في الأحواض المائية الكبرى وبالذات موضوع وادي النيل. نحن لدينا رغبة كما أعتقد من لقاءاتي السابقة مع وزراء المياه أن نتعامل مع الخطر المباشر وهو شح المياه القادم للنشاط الإنساني في حوض دجلة والفرات. ويواجه العالم خطر التسخن العالمي الناتج عن زيادة بث الغازات الدفئية وأثر ذلك على توزيع مصادر المياه خاصة في منطقتنا في شرقنا الشرق الأوسط، كما أن الشرق الأوسط هو بؤرة للنزاعات السياسية التي تتسبب في انعدام الأمن الإنساني الذي بدوره يؤثر في اضطراب المجتمعات الإنسانية ويؤدي إلى الهجرة القصرية خاصة خلال العقدين الماضيين. سنهيئ في عمان بإذن الله في العام القادم لقاء عنوانه يتبنى مسيرة لقاءات تبنته جامعة الكرامة الإنسانية UN, the Dignity International Dignity University
وعنوانه From Humiliation to Dignity، من الذل إلى الكرامة. وبلدي الأردن، وشكر لله، قد تخطت مرحلة الفوضى السياسية، ولكنها كانت مقصداً لحوالي 3 ملايين مهاجر من البلدان المجاورة، مما تسبب في ضغط كبير على المصادر المتوفرة وبشكل خاص المياه. لذلك نعتقد أن هذا المؤتمر يعقد في الوقت المناسب كوقفة للفكر والتأمل وإعادة النظر على الطريق التي ندير بها مصادرنا المتوفرة في الإقليم. وأقول المياه والإنتاج الغذائي صنوان، والاستعداد المؤسسي للتعامل مع المشاكل الناتجة عن شح هذه المصادر وعدم انتظام التعامل معها. ثانياً، بناء القدرة المؤسسية لتحسين الإدارة الحكيمة لمصادر المياه. القدرة المؤسسية وبناء هذه القدرة يتضمن بين أمور أخرى استعداد الحكومات لإعادة ترتيب وتحديث نظمها المؤسسية، استعادة موظفيها وقدرتها، وإعادة تدريبها. فالمسح المطلوب هو مسح اقتصادي ومجتمعي باحث عن القدرة والكفاءة. وعندما أتحدث عن القدرة أتحدث عن القدرة التحملية، أي carrying capacity، والكفاءة التحملية carrying capability. عندما وجه السؤال لمن أشرف على إعادة تنظيم المجموعة الأوروبية في مرحلة ما، سأل ما هي الغاية، ما هي رسالة المجموعة الأوروبية. فإذا كانت الرسالة هي تغيير المستويات المتوفرة ومعيارة هذه المستويات من الكفاءة في إدارة المياه وتوزيعها والكيفية التي يمكن بها توحيد هذه المصادر، فهنالك مساهمة أراها غير متكافئة بين الهيئات والسفارات والقدرات الأممية وبين حكوماتنا. ولذلك نتوجه بالشكر لهم، لأنهم كطرف ثالث يضعون التصورات والبرامج في بعض الأحيان. وهنا أشير إلى المجلس العالمي للمياه، إلى منظمات الأمم المتحدة، إلى برامج المساعدات، إلى برامج النشر كاليوسايد والجيزد والجايكا. من غير ذلك أود أن أشكر بصورة رئيسية المبادرات للحكومة السويسرية. ولكن هل هذا التذكير من الخارج يكفي لنا في أن ننهض في المسؤوليات التي هي مسؤولياتنا بالدرجة الأساسية، مسؤوليات الإنسان، تفعيل وتمكين الإنسان ليستطيع أن يقوم بثقة في المساهمات التي نسميها المواطنة السليمة ضمن الحوكمة السليمة لمستقبلنا. تؤكد بيانات ما يسمى بمحطة الطقس لدول غرب آسيا باستثناء تركيا أن تغيير المناخ يؤدي بالفعل إلى ارتفاع درجات الحرارة وانخفاض مستويات هطول الأمطار في جميع أنحاء المنطقة. وخلصت دراسة تدعمها وكالة ناسا الفضائية، تناولت تحليلاً 9 لـ 900 من تقلبات الجفاف في منطقة البحر الأبيض المتوسط، بأن الجفاف الحاصل خلال الأعوام 98-2012 وبنسبة احتمالية حوالي 89% كان أكثر جفافاً من أي فترة مماثلة خلال 900 عام من الأعوام الماضية، وبأن النسبة الاحتمالية 98% أعلى من أي جفاف آخر حصل خلال 500 عام الماضية. فهنا الدعوة إلى السياسات
policies, programs, والابتعاد عن الارتجال السياسي, politics. إذا توقعنا أن معظم النماذج الانخفاض بنسبة 10 إلى 20% في إمدادات المياه في لبنان والعراق وتركيا والأردن وإيران بسبب المناخ, وبحسب هذه الدراسات النسب المئوية في إنتاج المحلي, الإنتاج المحلي الإجمالي مقارنة بعام 2016, قدر البنك الدولي أن الانخفاض بنسبة 10 إلى 20% في أو إلى 30% في إمدادات المياه وما يرافقه من تأثير على ناتج المحاصيل سيؤدي إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي للبنان مثلاً ب3%, العراق بنسبة 4%, تركيا بنسبة 6%, الأردن وإيران بنسبة 7% لكل منهما وسوريا بنسبة 10%. سيعني ذلك بالأرقام المطلقة خسارة سنوية بقيمة 30 مليار دولار لإيران, 50 لتركيا إلى آخر ذلك. هذه كلها أرقام نسردها نتيجة لملاحظات علمية لمراكز ومراصد تؤسس لغاية التجميع للمعلومة الكونية. ولكن ماذا نحن في الإقليم, ماذا نحن في هذا الإقليم نرى من آثار هذه الاختلالات في العلاقة بين الأمن المائي والنمو السكاني والتنمية الاقتصادية والإنتاج الزراعي؟ ماذا يعلم الإنسان في الشارع عن هذه المواضيع, وهل نبسطها لنضع الثقة الكافية في لدى المواطن بأن المعلومة المطلقة صحيحة وأن التوزيع الجهوي لا يكفي على مناطقنا بقدر ما النظرة المتكاملة بين الإيكولوجي والإنفايرونمنت لا تؤدي إلى الإيكوسايد, لا سمح الله, أي بمعنى نحر أو انتحار التبيؤ في بلادنا وفي إقليمنا. الإيكولوجي من جهة هي الإيكوسايد, والسوسيولوجي من جهة هي المجتمع, ولا سمح الله أن نصل إلى السوسيوسايد أو إلى الانتحار المجتمعي. فتنامي العجز في غياب أنظمة مائية للإقليم أمر مفهوم. وهنا حوض نهري دجلة والفرات المشترك بين تركيا وسوريا والعراق وإيران, وحوض نهر النيل, وحوض نهر العاصي, وحوض نهر الأردن. أقول آن الأوان أن نستشرف المستقبل, ولهذه الغاية وضعت كلمة تفصيلية بالأرقام التي سأزودها لوزراء العرب المشاركين, ولا أريد أن أثقل على برنامجكم الذي بدأ مبكرا إلا بالثناء على هذه المبادرة. بسم الله الرحمن الرحيم. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون, صدق الله العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لكم سمو الأمير. أنقل لسموكم تحيات السيد رئيس مجلس الوزراء العراقي السيد مصطفى الكاظمي, وأشكر لكم هذه الإضاءات المهمة التي عرجتم على نقاط حقيقة تكتسب أهمية استثنائية في هذا الظرف الاستثنائي. عرجتم على الأمور الفنية زائد الأمور السياسية, وتوقعكم من خلال القارئ لكلمتكم والمستنبط لما بين السطور سيؤسس هذا الملف لعلاقات سياسية مستقبلية في الإقليم. فشكرا جزيلا لحضوركم افتراضيا, وأتمنى في المرات القادمة أن تحضر
هنا في بغداد السلام بين أهلك وناسك، وشكرا جزيلا. بوركتم.